وللحديث عن ملف المغيبين في العراق وتحول البلاد لأضخم مستودع للمخفيين قصرا في العالم، معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام، وأود أن أنتهز هذه الفرصة بالمبارك للشعب العراقي بحلول شهر رمضان المبارك. تقبل الله الصيام والطاعات من جميع المسلمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. دكتورة، كما تعلمين منظمات إنسانية وحقوقية تعيد التأكيد على أن العراق تحول إلى أضخم مستودع للمخفيين قسرا في العالم. لماذا كان على العراقيين أن يعانوا ويواجهوا مثل هذا المصير المجهول للأسف الذي يواجهه عشرات الآلاف من العراقيين؟ نعم، يعني مع الأسف الشديد، يعني كما تفضلت، يعني فعلا يعني أكبر عدد المغيبين قسريا في العالم هو الآن كما تعترف به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هو الأكبر في العراق على مستوى العالم. أما لماذا يعني يعاني العراقيين من هذا، من وجود هذا العدد الكبير من المغيبين قسريا؟ طبعا لا ننسى أن العراق مر بالعديد من الحروب والعمليات العسكرية التي تسببت في تغييب أعداد كبيرة من العراقيين دون معرفة مصيرهم لحد الآن، إضافة إلى سياسات الحكومية في التغاضي والتماهل وغض الطرف عن هذا الملف وإهماله بصورة كاملة دون أن يعني تقوم بأي خطوات الحقيقة عملية لتخفيف المعاناة والمأساة عن أهالي هؤلاء المغيبين، في محاولة يعني مساعدتهم في الوصول إلى مصير أبنائهم. نعم. كما نعرف أن فتح مثل هذه الملفات سوف يجر إلى المجرمين والحقيقيين الذين قاموا بهذه الجرائم، وهؤلاء المجرمين كما يعرف جميع العراقيين أصبحوا الآن من الذين يسيطرون على العراق ويتحكمون بمصير العراق، وهم الأحزاب السياسية والميليشيات التابعة لهم. نعم. التي أصبحت المتنفذ والمسيطر على جميع مقدرات العراق. وهذا ما قاله نائب سابق في البرلمان العراقي، وهو النائب أحمد المساري، عندما قال بأن مصير العراقيين المغيبين بيد جهات أقوى من الحكومة. لا أعرف ماذا يعني في بلاد يفترض أن الحكومة هي التي تنفذ القانون وأن السلطات هي التي توفر الحماية للمواطن العراقي وليس العكس، ولكن في العراق هذا ما يحدث، هذه هي الحقيقة. الحكومة لا تستطيع أن توفر أقصى مقدار من الأمن والأمان للشعب العراقي، لا تستطيع على الأقل بالنسبة إلى مشكلة ومأساة وجريمة الإخفاء القسري أن تقوم على الأقل بإيجاد قاعدة بيانات تحتوي جميع أسماء من يتم التقدم بشكاوى على أساس أنهم مخفيون قسريا، ولا تستطيع أن تقوم حتى بتحقيق بسيط لأجل الوصول إلى مصير هؤلاء المغيبين. جميع العراقيين يعرفون أن هناك سجون سرية في مناطق محددة من العراق، لا تستطيع الحكومة أن تصل أو تدخل إلى هذه المناطق لأنها محكومة ومسيطر عليها بأمر الميليشيات، وهذه الميليشيات تتمتع ب يعني دعم دولي، ولذلك هي أقوى من الحكومة وأكثر سيطرة من الحكومة وتتمتع بنفوذ واسع، إضافة إلى ذلك القدسية والطابع الديني الذي أضفي على هذه الميليشيات التي جعلها لا يستطيع أحد أن يعني يحاسبها أو أن يعني يقدم من أعضائها من يقومون يرتكبون جرائم إلى المحاسبة وإلى العدالة، ولذلك هذا ساهم في مضاعفة حجم المأساة. يعني كان لدينا سؤال دكتورة عن الذي يمنع الحكومة من التحرك بشكل عاجل وممنهج لحل هذه القضية التي تؤثر اقتصاديا واجتماعيا على آلاف العوائل العراقية، لكن يبدو أن وجود جهات هي أقوى ويدها أعلى من يد الدولة في العراق هو السبب. لا أعرف إذا كانت هناك أسباب أخرى تمنع حل هذا الملف. لا، بالتأكيد هذا هو السبب الحقيقي. هناك مشروع ينفذ في العراق، ومن ضمن أهداف هذا المشروع تغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق، ولذلك كان اللجوء إلى التغييب
والإخفاء القسري لمواطني هذه المناطق من أجل إرهاب أهالي هذه المناطق والبطش بهم وإجبارهم على الخروج من هذه المناطق، أحد الأساليب التي اتبعتها هذه الميليشيات. أيضا لا بد أن نعرف أن هذه هي أحد الطرق التي تتبعها الميليشيات والأحزاب المتنفذة في السلطة من أجل إسكات أي صوت معارض لها ولسياساتها، خاصة وأن العراقيين قد عبروا وخرجوا في تظاهرات وخرجوا في اعتصامات في العديد من مناطق العراق مناهضة للسلطة الفاسدة والظلم الذي يحدث في العراق ومن أجل تغيير الواقع الفاسد في العراق، ولكن كانت الوسيلة الوحيدة التي تتبعها السلطات والحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي هي سلطة البطش واستخدام العنف وارتكاب كافة الجرائم دون أن يكون هناك من يحاسبها أو يراقبها. حتى المجتمع الدولي يرى ويسمع وهذا بالتالي دكتورة وهذا بالتالي يجعل الحكومة، عدم تحرك الحكومة يجعلها شريكة في غض الطرف والنظر عن الميليشيات التي تقف وراء اختفاء هؤلاء الناس. بالتأكيد بالتأكيد الحكومة هي طرف في ارتكاب هذه الجريمة، خاصة وأنها يعني لا تلتزم لا بالقوانين الوطنية ولا حتى بالمواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات الدولية، ولا تحاول القيام بأي مجهود من أجل أن يثبت أن لديها حسن نية تجاه الشعب العراقي، بل على العكس من ذلك نرى المجرمين نرى المجرمون منفلتون يتمتعون بكافة الحريات ولديهم حتى الحق في الدوس على صورة رئيس الوزراء وسبه بأبشع يعني الألفاظ والاستعراض في وضح النهار دون أن يكون للحكومة أي دور في يعني إيقاف مثل هذا من على الأقل مثل هذه الاستعراضات أمام الشعب العراقي، بل على العكس تلقى المبررات من أجل أن تبرر سكوتها، والجميع يعرف أنها مشاركة وبصورة فاعلة في استفحال مثل هذه الجرائم. طيب دكتورة، يعني هل هناك ثمة حلول، يعني في ظل عدم إيجاد حل لهذا الملف أو عدم القدرة على فتح الملف على الرغم من المطالبات السياسية والبرلمانية بذلك، ألا يجب أن توضح حلول موازية كتعويض عوائل الضحايا على سبيل المثال أو غيرها لتحقيق جزء من العدالة الغائبة؟ في الحقيقة يعني حتى الحكومة حتى يعني هذه الطرق من أجل ترضية المواطنين لا تريد أن يعني أن تقوم بها، خاصة وأنها سوف تكلف يعني ميزانية الدولة مبالغ طائلة لأن أعداد المغيبين أعداد كبيرة، فإن تستطيع أن تتحمل الحكومة تخصيص مثل هذا القدر من الميزانية. على العكس من ذلك يعني الحكومة على الرغم من العذاب والألم الذي يمر به أهالي هؤلاء المغيبين، الحكومة تستمر ب يعني متابعة العوائل ووصمهم بصفات الانتماء أبنائهم إلى المنظمات الإرهابية وأنهم إرهابيون من أجل إسكات جميع الأصوات التي تطالب ب حتى الحصول على أقل حق وهو حق التعويض عن وقوع ضحايا في هذه الأسر ولهذه العوائل. نعرف جيدا أن هناك فساد مستشري في العراق، فكيف يسمح الفاسدون أن يتم تعويض مواطن بسيط لا حول له ولا قوة مشرد في العراء أو لا يوجد حتى الآن له دار، حتى وإن رجع إلى داره لا يوجد دار يحميه، يسكن مجرد خيمة لا يتمتع بأي خدمات، كيف نتوقع منهم أن يقوموا بتعويض مثلا؟ هذه الدولة لا تستطيع أن تقوم بأي عمل من أجل أن يخفف من آلام أهالي وضحايا المغيبين قسريا. الكثير من العوائل فقدت معيلها، فقدت رب الأسرة، فقدت من يقوم على الأسرة، وشردت النساء وشردت الأطفال وتركتهم دون حتى يعني إمكانيتهم في الحصول على الأوراق الثبوتية من أجل أن يحصل على أبسط الحقوق في التعليم والصحة. الكثير حقيقة من التبعات والجرائم التي ترتكب بحق أهالي لا تمس المغيبين فقط وإنما أيضا عوائلهم. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن.